ظهري تقطم. احسن احسن، عشان انت عيل غبي. حد يفرج واحد تعبان في دماغه على ابراهيم الابيض؟ وانا شعرفني انه فيلم اكشن، انا طول عمري فاكره رومانسي. مش احمد السقا المفروض بيحب هند صبري؟ هو الاثنين بيحبوا بعض يبقى فيلم رومانسي؟ انت مجنون. سيبوكوا خالص من قصه الافلام بتاعه بيومي دي، انا هجهز لسته مش هتفرج غير عليها هي. بقول لك ايه، لا افلام ولا بتنجان، انا سايقه تحت بيتفرج على كرتون وهادي خالص. كرتون ايه؟ الكابتن ماجد نجم الملعب. ها هو كابتن ماجد يقف في ملعبه كما يقف الاسد في عرينه، واثق من مهاراته، وسوف ينافس اليوم عدوه اللدود كابتن بسام. ترى من سينتصر اليوم، ماجد ام بسام؟ انا هنا كي اهزمك شر هزيمه يا ماجد. ها يا الهي بسام، ها لكني جئت كي احرز مزيد من الاهداف. ها وكيف تفعل ذلك وانا معي احسن حارس مرمى في الكرتون رعد؟ انه رعد احسن حارس مرمى بالفعل، لقد وقع ماجد في مأزق كبير. اليوم يوم الانتقام يا ماجد، لن أدعك تسدد أو تحرز أي هدف. يا إلهي رعد، لن تستطيع أن تحرز أي هدف يا ماجد وأنا هنا. لحظات وتبدأ المباراة الحاسمة، مباراة البطولة بين فريق المجد وفريق الحرية، من سينتصر؟ إذن فلتبدأ المباراة ونرى من سيفوز. هيا يا ماجد، هيا هيا فريق المجد، النصر لنا. أوقفوا يا بسام. لا تقلق يا رعد، لن يعبر مني أبدا. اليوم سوف أفوز، سأفعل ما بوسعي لإحراز البطولة، ولن يستطيع أن يوقفني بسام أو رعد. هذه مباراتي يا ماجد. ها أنت قد أتيت لي يا بسام، سأحرز الهدف لا محالة. لا لن تحرز يا ماجد. سأحرز. لن تحرز. قلت لك سأحرز. أرجوكم لا ترجوا كثيرا، لقد أصبتموني بالصداع النصفي. هيا يا بسام، لا تجعل ماجد يخطف الكرة. لن تحرز يا ماجد. يا إلهي ماذا يفعل بسام؟ الزحلقة الزاحفة الناحفة دائما ما تؤتي بسمارها. سوف أقضي على كل أمالك في إحراز الهدف يا ماجد. لقد خسرت يا ماجد. الزحلقة الزاحفة الناحفة، كيف فعلها؟ ولكني أعرف كيف أتخلص منها. يا إلهي لقد قفز ماجد وتخطى بسام، وسوف يسدد الآن. والآن وقت ضربة النسر. وها هو ماجد يسدد ضربة النسر. ماذا يفعل رعد؟ إنه يجري في الاتجاه المعاكس. يا إلهي ما حركته المعتادة، حركة المقص الهوائي. ويصد الكرة. عجبا طبا سحكا. شكرا، أحسنت يا رعد. خذها يا بسام. وها هو بسام يستلم الكرة، ماذا سيفعل بها؟ والآن سوف أسدد ضربة النمر التي لا تصد ولا ترد. يا إلهي أنت تصوب علي يا متخلف، أنا معك في الفريق. ماجد أم بسام؟ أنا هنا كي أهزمك شر هزيمة يا ماجد. ها يا إلهي بسام؟ ها لكني جئت كي أحرز مزيد من الأهداف. وكيف تفعل ذلك وأنا معي أحسن حارس مرمى في الكرتون رعد؟ إنه رعد أحسن حارس مرمى بالفعل، لقد وقع ماجد في مأزق كبير. اليوم يوم الانتقام يا ماجد، لن أدعك تسدد أو تحرز أي هدف. يا إلهي رعد، لن تستطيع أن تحرز أي هدف يا ماجد وأنا هنا. لحظات وتبدأ المباراة الحاسمة، مباراة البطولة بين فريق المجد وفريق الحرية، من سينتصر؟ إذن فلتبدأ المباراة ونرى من سيفوز. هيا يا ماجد، هيا هيا فريق المجد، النصر لنا.
أوقفوا يا بسام. لا تقلق يا رعد، لن يعبروا مني أبدا. اليوم سوف أفوز، سأفعل ما بوسعي لإحراز البطولة، ولن يستطيع أن يوقفني بسام أو رعد. هذه مباراتي يا ماجد. ها أنت قد أتيت لي يا بسام، سأحرز الهدف لا محالة. لا لن تحرز يا ماجد. سأحرز. لن تحرز. قلت لك سأحرز. أرجوكم لا ترجوا كثيرا، لقد أصبتموني بالصداع النصفي. هيا يا بسام، لا تجعل ماجد يخطف الكرة. لن تحرز يا ماجد. يا إلهي، ماذا يفعل بسام؟ الزحلقة الزاحفة الناحفة، دائما ما تؤتي بسمارها. سوف أقضي على كل أمالك في إحراز الهدف يا ماجد. لقد خسرت يا ماجد. الزحلقة الزاحفة الناحفة، كيف فعلها؟ ولكني أعرف كيف أتخلص منها. يا إلهي، لقد قفز ماجد وتخطى بسام، وسوف يسدد الآن. والآن وقت ضربة النصر. وها هو ماجد يسدد ضربة النصر. ماذا يفعل رعد؟ إنه يجري في الاتجاه المعاكس. يا إلهي، ما حركته المعتادة، حركة المقص الهوائي. ويصد الكرة. عجبا. طبا. صحكا. شكرا. أحسنت يا رعد. خذها يا بسام. وها هو بسام يستلم الكرة، ماذا سيفعل بها؟ والآن سوف أسدد ضربة النمر التي لا تصد ولا ترد. يا إلهي، أنت تصوب علي يا متخلف، أنا معك في الفريق. لا يوجد اليوم حارس غيرك يا رعد، سوف نلعب جون مشترك. ها! ويسدد بسام في محاولة لإحراز الهدف. لابد أن أوقف هذه الضربة. يا إلهي، ماجد يطير في الهواء، يريد أن يوقف الكرة قبل وصولها إلى المرمى. أوقفها بالفعل وخدع الطريق على بسام بطل فريق الحراس. يا عم كنت شط أم ضربة النمر دي من بدري وخلصتنا. ده بيومي فؤاد طلع أسرع من وليد أزارو. يا جماعة كفاية فرهدة بقى، الراجل ده لا يتفرج لا على أفلام ولا كرتون، الراجل ده يتفرج على أغاني بس. ينتابني إحساس بالإنجذاب الشديد نحو تلك الرقعة الخالية فوق رأسه. إنها الصلعة، الصلعة التي دائماً ما أشعرتني بالسعادة والأمان. ماذا؟ هو أنا معرفش أقعد 10 ساعات على بعض من غير ما تدخليني؟ آسف ماذا، في واحد عايز ده. واحد مين ده؟ انت مين وايه اللي انت بتعمله هنا يا بني ادم؟ انا عم بحكي معاك. ايه في ايه؟ شو عم تعمل هون؟ ايه ده استاذ هيفا، هو حضرتك بتعملي ايه هنا؟ انا شو عم بعمل هون؟ ده بيتي على فكره، انت بتعمل ايه هنا؟ انا حضرتك من الشركه الالمانيه البرتغاليه الفرنكوفونيه الانجليزيه المتحده لاباده الحشرات النموذجيه، وزي ما حضرتك عارفه اليومين دول يعني موسم الجراد، ربنا يعود عليكي وعلينا الايام بخير. وعرفنا ان في جراده تخلفت عن السرب وهربت، وتحرياتنا قالت ان الجراده دخلت الفيلا هنا. وايه اللي هيجيب الجراده عندي؟ حضرتك زي ما انت عارفه يا استاذه هيفا معجبين الكتير يعني ربنا يكترهم، اكيد دخلت هنا لما عرفت ان هو بيتك، قالت تتصور معاكي صوره، تسمعك وانت بتدندني الغنوه الجديده كده يعني. لا معلش، انا بيتي ما فيهوش جراد، اتفضل اطلع بره لو سمحت. تظهر عشان هزرنا وضحكنا ولعبنا وكلنا مع بعض فهبت منك بقى. اسمعي يا هيفا، انا مش هخرج من البيت ده الا في حالتين، ان ارش البيت كله او سيد يمشي من هنا. سيد مين؟ سيد الجراده. ما هو جراده ولد يا راجل، مش كانت بنت من دقيقتين؟ لا ما تركزيش قوي يا استاذه هيفا، يعني ده سرب كامل، هنركز في ايه ولا ايه؟ بعد اذنك لو سمحتي ما تاذينيش في اكل عيشي، لان الجراده دي مسجله خطر، وخطر على حياتك انت شخصيا. بعد اذنك سيبيني اشوف شغلي. فين بقى المذكرات؟ مذكرات ايه؟
ده انا في اوضه هيفاء وهبي، يولع السحاوي ويولع فخر وتولع رتاش. دي هدومها، دي هدومها. رد يا سيد، الله يخرب بيتك. الروايح دي جايه منين؟ ريحتك دي، ريحتك ايه؟ ريحتك دي هي المذكرات، المذكرات. مش قادرة استحمل. انت مش رشيت البيت كله وارتحت؟ فضلت تطلع برا. معلش انا اسف والله، والصراحه يعني المبيت خلص وانا واقف كل ده عمال برش ميه. بتمحك فيك يعني يا استاذه هيفا، لاني مش هقابل حضرتك تاني. بس انا ليه عند حضرتك طلب؟ انا عيد ميلادي قرب. عن جد؟ كل سنه وانت طيب. امتى عيدك؟ كمان سنه ونص. فليا طلب صغير بس تعمليهولي، تغني لي بصوتك الحلو ده هابي نيو يير. لا معلش اصل البتاع ده بوظ صوتي، بلس ان انا عندي برد. والله عارف ان انت هتقولي كده، حاجات البرامج دي اللي انتوا بتروحوها وبتعملوها يا فنانين. صح، قعده رجاله وسمر والرجاله والحاجات دي كلها. فين بقى المذكرات؟ مذكرات ايه؟ ده انا في اوضه هيفاء وهبي، يولع السحاوي ويولع فخر وتولع رتاش. دي هدومها، دي هدومها. رد يا سيد، الله يخرب بيتك. الروايح دي جايه منين؟ ريحتك دي، ريحتك ايه؟ ريحتك دي هي المذكرات، المذكرات. مش قادرة استحمل. انت مش رشيت البيت كله وارتحت؟ فضلت تطلع برا. معلش انا اسف والله، والصراحه يعني المبيت خلص وانا واقف كل ده عمال برش ميه. بتمحك فيك يعني يا استاذه هيفا، لاني مش هقابل حضرتك تاني. بس انا ليه عند حضرتك طلب؟ انا عيد ميلادي قرب. عن جد؟ كل سنه وانت طيب. امتى عيدك؟ كمان سنه ونص. فليا طلب صغير بس تعمليهولي، تغني لي بصوتك الحلو ده هابي نيو يير. لا معلش اصل البتاع ده بوظ صوتي، بلس ان انا عندي برد. والله عارف ان انت هتقولي كده، حاجات البرامج دي اللي انتوا بتروحوها وبتعملوها يا فنانين. صح، قعده رجاله وسمر والرجاله والحاجات دي كلها. ماشي، طب معلش اجبري بقى بخاطري في الطلب التاني ده، نتصور صوره سيلفي انا وانت وتمشي بعدها. اول ما يطفي الفلاش اختفي اساسا من هنا. يلا ماشي، عشان تشوفيه. معلش ثانية واحدة بس. معلش أنا آسف والله، أنا آسف بس أنا صوابعي متاكلة من مبيد الحشري، باين ما خدتش بالي. بصي حضرتك ما عنديش صوابع والله خالص، أنا آسف والله. وبشرتي ازرقت أساسا، أنا بشرتي مش لونها كده، أنا بشرتي لونها عادي والله. بس هم في الشركة مش راضيين زي ما تقولي حاطيني في دماغهم، يعني مش راضيين يصرفوا لي بهدلة أتعالج أو عيانة وبجري على إخواتي والسيمفونية إياها. وحضرتك شغالة معانا في الشركة؟ والله أنا آسف. طب ينفع حضرتك بإيدك الجميلة دي تمسكي الموبايل وتصورينا؟ هيفا، هيفا فعلاً. طب معلش بس هتأكد لأنها مش قابلك تاني. الله، أنتِ حلوة أوي. هو أنتِ حلوة أوي كده في الحقيقة؟ طلب بس، سامحني يا رب على الكلمه دي. الصوره مش حلوه، مهزوزه، ينفع نتصور واحده بالطول؟ معلش هقول للحاجه بس دي يا حاجه، بعد اذنك صورينا صوره بالطول. قولي لها انت بالانجليزي لان انا ما بعرفش اتكلم انجليزي. معلش صورينا صوره بالطول. خدي. ايه ده؟ الانجليزي بتاعك تحفه، نجمه نجمه. طب تعالي هنا يا نجمه.
طب معلش ممكن بس تصوريني صوره واحنا قاعدين على الكنبه وقلياني بنهزر واصحابه كده؟ ليه ما نطلع فوق احسن. لا سيد فوق. انا اسف. طب خلاص 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 اخر صوره بس صوريني على الكنبه لوحدي وانا نايم كده واللي هو قلياني عارف البيت. انت بتصوري ايه؟ روحي اطلبي له البوليس. لا لا خلاص خلاص قوم يلا بقى. انا اسف انا فعلا زودتها يا استاذه ايفا. انا اسف والله انا اسف. مع السلامه. انا ماشي يا سيد. سلام يا سيد. مع السلامه. ينفع تصوريني صوره وانت بتطرديني؟ ينفع تخرج بره؟ معلش انا اسف. يا نهار اسود انا مش فاهم الحيوان ده ما بيردش ليه. لا كنتش اتمسك يا فخر. انت يا زفت انت ما بتردش ليه؟ ها اللي قدامك ده جسد بس ساب روحه في المنتجع اللي جوه ده. انا مش فاهم يعني اعملكوا ايه دي. اما تكبري وتبقي راجل هتعرفي بتعمل لنا ايه. يا جماعه انا كنت هتمسك. كانت على تكة وهتمسكني. ومسكتك؟ للأسف لا. غبي. ثانية واحدة بس يا فخر. وده ايه ده بقى ان شاء الله؟ ده الروب بتاع هيفا وانا بقرا متذكراتها بردت شوية فقلت احط الروب ده على كتفي يمكن ادفع. ويا ترى جبت متذكراتها؟ اوف نسيت خالص. ما انتوا عشان طالبين مني 100 حاجة اكيد كنت هسقط حاجة. احنا طلبنا منك حاجة واحدة بس المذكرات ونسيتها. طب ممكن نهدى ونتكلم بالعقل؟ أنا اطلعت على جزء كبير جداً من متذكراتها. الجزء اللي اطلعت عليه من متذكرات أعتقد إنه ممكن يفيدنا في التعامل معها. سيد ما تتكلمش بجد خالص وانت لابس اللونجيري ده ولو سمحت اقلعه عشان نعرف نتكلم. على جثتي اقلعه يا ريتاج. ده لو فيها طلاقنا مش هقلعه يا ريتاج. البتاع ده أنا هتدفن بيه لما أموت كده تدفنوني بيه. طب اخلص. ممكن تقول لنا قريتي في مذكراتها نقدر نمسكوا عليها زلة؟ أنا اللي قريته يا جماعة شيء مريع. إيه؟ شيء فظيع. ايه؟ شيء شنيع. شيء سريع. شيء ربيع. ما تنجز وتقول. هيفا بتحب الصلح. ايه؟ يا خسارة. حظك حلو يا فخر. انت اللي هتخش عليها. لا معلش ثانية واحدة مش فاهم انت بتتكلمي في ايه. عشان انت اصلا واحد فينا. هو انتوا عميتوا يعني؟ معلش انا اسف. مش شايفين ان ده شعر؟ لا ما انت اصلع من نصه. ها فخر. لا يا حبيبي دي قورتي. كل دي قورتك؟ ايوه دي قورتي. انا زمان وانا صغير كنت بحب بس اركب موتوسيكلات كتير وفي مره لبست خوذه عملت بيها حادثه رهيبه فضلت معلمه في دماغي. ايه ده ايه ده 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 بجرامي. ايه ده ايه ده ايه يا جماعه ده؟ ايوه ثانيه واحده. مفيش حد كده. لو سمحت ارجوك لو سمحت. هو ده تلاقي كان عليه 12 مليون دولار ولا حاجة. تعامل معاه كتحفة في القصر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله على الراجل ده اللي هيجنننا ده. سلام قولا من رب. لا 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 تأذينا ولا نأذي. أقسمت عليك بالعزيز الجبار. لا 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 أتخافش يا ابني. أنا السحاوي. أنت السحاوي؟ طب ده هو ده وشك ولا الأولاني اللي كان وشك؟ زي ما تحب. وحضرتك عامل كده ليه؟ اصل النهارده الهالوين. كل سنه وانتوا طيبين. وانت طيب. انت طيب يا معلم. تاخدوا كنز. انا هخليك يا معلم وانت طيب. اتفضل. وربنا يعود عليك وعلينا الايام بخير. بس معلش يا معلم في سؤال. احنا كل مره بنيجي عندك بيبقى في مناسبه. هل يا ترى احنا بنيجي في وقت غير مناسب؟ بالعكس. على فكره يا معلم انت لو بعت لنا مسج بس كنا جينا على طول. احنا اتفه من كده بكتير. انا عارف. بس انا بحب الخطف. بحب العب. العب يا معلم. فلوس فين يالا؟ فلوس زمانها جايه. جايه امتى؟ جايه بعد شويه. جايه بلعب وحاجات. انا حذر. انا خلق ايديا معلم. ما انت لو توسع خلقك شويه احنا هنشرح لك احنا كنا ناويين نعمل ايه. جدو جدو انا زهقت ممكن امشي؟ اخرس تعالى. طب معلش يا معلم اديله بق دم بس. اخرس. طب امصصه في رقبتي شويه. اخرس. بكفايه طفح بقى. شاب بتعمل ايه يابا؟ معاه حق يابا. ده انت اكبر مني يا حاج لا مؤاخذه. انا عارف ان السفره حلوه. السفره حلوه مفيش كلام. بس انتوا لا مؤاخذه عديتوا المينيت شارج بزياده. يلا انا امشي غور التهوه.
يلا يا جاي ليه؟ ايه اللي جابك؟ عايز حقي. حلو، مفيش كلام، بس لا مؤاخذه اخد الحق صنع وبالايه وبالاصول، وانت يعني لا مؤاخذه دخلت السيمه اللي انت دخلتها دي يعني من غير لا مؤاخذه، انا ما شفتش فيها صنع ولا هوبت من الاصول. غشيم زيك تنو دب تخ رزع زو لو من ياما. ايه؟ غشيم زيك تنو طخ رزع دب زو لو من ياما. انت بتعرف تقول اردب انور في منورنا وارنبنا في منور انور؟ ارنب انور في منورنا. حلو. ومربرنا. بربرنا. عشري احنا بنغفل يا ابراهيم، كان في دكر بط على السفره وشالوها ابراهيم. الحق ابراهيم، في واحد بيجري في صناعه رؤى هناك اهو ابراهيم، انا هفجر المكان ده. فجر مكان شبع واسبوع. اقعد ساكت عشر. ساكت ساكت يا هيمه؟ ساكت ساكت عشر. اتكلم. بنت ديت خدت منك الشيبسي وما دفعتش ثمنه. كذاب كذاب يا سيد المعلمين، وحتى لو خدت منك كيس الشيبس فتيجي تعمل النمره هنا؟ انت شارب ايه؟ شارب سفن؟ سفن؟ تعالى يا حوريه. روح هات الكيس يا حوريه. ايوه يا معلم، بس روح هات الكيس يا حوريه. انا سمعت عنك ياما وعارف ان قلبك جامد، بس اخضر لسه ما شفتش الكيس اهو يا سيد الناس. انا حياتك تاني، الكيس ده انت فديت نفسك بيه، ده اول شغلنا مع بعض، والمكسب ليا كله. بينا العشر. استنى، الحسنة اللي في وشك دي البسها نوتيلا، ولا مؤاخذة حط عليها حتة كيكة فانيليا صغيرة كده، ودخل دماغك في الفرن نص ساعة، ولما تطلع كل وادعيلي. تكل. بينا عشر. ايه اللي انت عملته ده يا معلم؟ كده تسيبهم يمشوا؟ لو عندك شجرة كريسماس موجودة في الريسبشن وزحملك الدنيا، هتقطعيها ولا هتستني لشهر 12 لما بابا نويل يجي ويوزع الهدايا على الناس وتبقي خدت خيرها؟ فهمتي حاجة؟ لا مش فاهم. طب والنبي يا ريتاج، انا عايز حته من الورك المحمر ده قبل ما يجوا. احنا كده يعتبر ايه عملنا له اللي هو عايزه؟ احنا مش عارفين اللي جاي ايه يا فاطمه. ما انا مش عارف بقى، مش مهم، عادي نبقى نجيب فراخ بلاستيك، ما تضايقوناش بقى. ظهري تعتم. احسن احسن، عشان انت عيل غبي. حد يفرج واحد تعبان في دماغه على ابراهيم الابيض؟ وانا شعرفني انه فيلم اكشن، انا طول عمري فاكره رومانسي. مش احمد السقا المفروض بيحب هند صبري؟ هو الاثنين بيحبوا بعض يبقى فيلم رومانسي؟ انت مجنون. سيبوكوا خالص من قصه الافلام بتاعه بيومي دي، انا هجهز لسته مش هتفرج غير عليها هي. بقول لكم ايه، لا افلام ولا بتنجان، انا سايبها تحت بيتفرج على كرتون وهادي خالص. كرتون ايه؟ الكابتن ماجد نجم الملعب. ها هو كابتن ماجد يقف في ملعبه كما يقف الأسد في عرينه، واثق من مهاراته، وسوف ينافس اليوم عدوه اللدود كابتن بسام. ترى من سينتصر اليوم، ماجد أم بسام؟ أنا هنا كي أهزمك شر هزيمة يا ماجد. ها؟ يا إلهي بسام؟ ها؟ لكني جئت كي أحرز مزيد من الأهداف. وكيف تفعل ذلك وأنا معي أحسن حارس مرمى في الكارتون رعد؟ إنه رعد أحسن حارس مرمى بالفعل، لقد وقع ماجد في مأزق كبير. اليوم يوم الانتقام يا ماجد، لن أدعك تسدد أو تحرز أي هدف. يا إلهي رعد،
لن تستطيع أن تحرز أي هدف يا ماجد وأنا هنا. لحظات وتبدأ المباراة الحاسمة، مباراة البطولة بين فريق المجد وفريق الحرية، من سينتصر؟ إذن فلتبدأ المباراة ونرى من سيفوز. هيا يا ماجد، هيا هيا فريق المجد، النصر لنا. أوقفوا يا بسام. لا تقلق يا رعد، لن يعبروا مني أبدا. اليوم سوف أفوز، سأفعل ما بوسعي لإحراز البطولة، ولن يستطيع أن يوقفني بسام أو رعد. هذه مباراتي يا ماجد. ها أنت قد أتيت لي يا بسام، سأحرز الهدف لا محالة. لا، لن تحرز يا ماجد. سأحرز. لن تحرز. قلت لك سأحرز. أرجوكم لا ترجوا كثيرا، لقد أصبتموني بالصداع النصفين. هيا يا بسام، لا تجعل ماجد يخطف الكرة. لن تحرز يا ماجد. يا إلهي، ماذا يفعل بسام؟ الزحلقة الزاحفة الناحفة، دائما ما تؤتي بسمارها. سوف أقضي على كل أمالك في إحراز الهدف يا ماجد. لقد خسرت يا ماجد. الزحلقة الزاحفة الناحفة، كيف فعلها؟ ولكني أعرف كيف أتخلص منها. يا إلهي، لقد قفز ماجد وتخطى بسام، وسوف يسدد الآن. والآن وقت ضربة النصر. وها هو ماجد يسدد ضربة النصر. ماذا يفعل رعد؟ إنه يجري في الاتجاه المعاكس. يا إلهي، ما حركته المعتادة، حركة المقص الهوائي. ويصد الكرة. عجبا. طبا. صحكا. شكرا. أحسنت يا رعد. خذها يا بسام. وها هو بسام يستلم الكرة، ماذا سيفعل بها؟ والآن سوف أسدد ضربة النمر التي لا تصد ولا ترد. يا إلهي، أنت تصوب علي يا متخلف، أنا معك في الفريق. أنت كويسين يا جماعة؟ الحمد لله. طب أنا كويس؟ يعني أنت كويس؟ إحنا إيش عرفنا يا سيد إن أنت كويس؟ ما تقف يا بابا ما نشوف إحنا فين؟ هو مش الراجل ده قال هينزلنا عند الترب؟ متقلقوش يا جماعة، احنا غالبا كده نزلنا يا في التجمع الخامس يا اما في الشيخ زايد، بس قبل ما تتعمر، فعشان كده صحرا. ايوه صح، احنا في التجمع تقريبا، اللي هناك ده شارع التسعين والداون تاون في وشك، شايفه؟ ايوه صح. لا ممكن نبطل تأليف يا جماعة، اللي ورانا ده مول العرب باين قوي، معنى كده ان احنا في اكتوبر. ايوه صح، احنا في اكتوبر. بص ده ام اس اي، لا مش الام اس اي، اكتوبر ما فيهاش معمل تحليل. يا جماعة اهدوا، مش فارقة الشيخ زايد من التجمع الخامس، المهم دلوقتي ان الاراضي دي كلها رخيصة جدا، فاحنا نشتري دلوقتي في الرخص ولما نرجع الكشك تاني نبيع بالغالي ونسدد للسحاوي. انت محسسني يا سيد ان احنا رجعنا 100 سنة لورا، احنا يا دوبك رجعنا 7 سنين، يعني برضه هتلاقي المتر ب 5000 جنيه يا سيد. المشكلة مش في كده يا جماعة، المشكلة ان احنا معناش بطايق نحجز بيها الاراضي. صح صح فعلا، سبحان الله سبحان الله، ما جمع الا لما وفق، والله العظيم فعلا دماغكم ذكية جدا. لا على فكرة أنا بدأت أقلق، في حاجة غلط، الراجل ده شكله غريب. لا هو ممكن يكون بدوي عادي، احنا في صحرا برضو يا فخر. لا البدو ما بيلبسوش كده يا ماما، البدو بيلبسوا لبس تاني، الراجل ده لبسه غريب. يا جماعة انتوا ليه مصرين تقلقوا نفسكم؟ مفيش قلق ولا حاجة، الراجل لا شكله غريب ولا لبسه غريب. أيوة صح، ما انت مش مستغرب يا سيد، لأن انت بتلبس أغرب من كده. ممكن يا بابا تسمعني؟ افهم يا سيد، الراجل معدي لمؤاخذة لابس شيبة ميكرو يا سيد. طب وإيه المشكلة يا فخر؟ ممكن يكون عنده تسلخات. ما تفكر ثانية يا أخي، في إيه؟ فكر ثانية يا سيد. أنت ليه مصر تقلقني يا فخر؟ أنا أصلا مخنوق ومتوتر. ما تعياش عليا، هديك بالقلم، ما تقعدش تعمل، هديك بالقلم أظبطك. خلونا نشوف هنعمل إيه، لازم نشوف ميكروباص معدي من هنا نركبه عشان نروح الطرق. خلاص هندور ده. أنا متوتر يا بتاشر. ما تقعدش تاعي يا، أنا بقول لك إيه ده؟ إيه هو أنا بقول لك يا فخر. أنتوا مين؟ وبتعملوا إيه ورا قصر الملك خوفو؟ امنعوا الضحك، ايه اللبس الغريب اللي انتوا لابسينه ده؟ انت اللي لابس
بتعيط كده ليه؟ وبعدين بتزعلنا ليه؟ انا مش فاهمه. لا اهدى يا ريتاش. لا بتزعلنا يا سيد. لا يا ريتاش اهدى يا ريتاش بدل ما قلتلك عشان انا متوتر. عشان اللي في دماغي ده لو طلع صح يبقى احنا رحنا في 60 داهيه يا جماعه. بعد اذن حضرتك يا فندم ممكن سؤال واحد بس عشان انا هعيط والله. اسال. هو حضرتك احنا سنه كام؟ انت في عام الشمس زمن الاسره الرابعه واللي حامينا الملك خوفو. فهمتوا؟ تعرفين الكلام ده معناه ايه؟ ايه؟ ان مفيش ميكروباصات بتعدي من هنا. هاتوهم خدوا كل اللي معاهم. بسرعه استعد بسرعه بسرعه. ايه ده؟ انتوا لحقتوا؟ العيال دي قبط ولا ايه؟ هو في حد بيركب آلة الزمن كل يوم؟ تلاقيهم بيلعبوا في الساعات. طب والله ما مرجعكم، خليكوا شويه استمتعوا. قرب 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 وتعالى بص وطلع العبيد وكلنا عبيدك يا رب، كلنا عبيدك يا رب. شايفين العبيد؟ شايفينهم؟ طب حاسينهم؟ حاسينهم. نبتدي بالاولاني، نبتدي بيه. حاسينه؟ حاسينه. شايفينه؟ شايفينه. بص بقى، بص الحلو ده، العبد الجميل اللزوزه الطيوبه، وبيقول حاضر. تقول له روح هيروح، تقول له تعالى هيجي. مفيش احسن من كده. العبيد التاني، انت اللي جابك هنا يا ابني؟ انت معانا احلى وجه في الدنيا، تمسح تخدم ما بتقولش لا. والعبيد اهم، والعبيد اهم، والعبيد اهم، اهم اهم اهم. اللي احنا فيه ده يا جدعان؟ ايه اللي احنا فيه ده؟ وايه اللي احنا لابسينه ده؟ فخر. انا حاسس ان شكلي مهزق قوي باللبس ده. حاسس ان شكلك مهزق؟ انت مهزق اصلا يا سيد. انت لو لبست بدله طيار هتبقى مهزق برضو. اسكت يا سيد اسكت. اسكت ازاي بس يا فخر؟ دول اخدوا الاساور اللي هترجعنا تاني. عندك حق والله. أنا مرعوب حقيقي، مرعوب يا فخر، مرعوب من المأزق اللي واقف ورانا دي. يعني أنت مش خايف من الفجوة الزمنية اللي إحنا فيها وكل الوشوش الغريبة اللي حوالينا واللبس ده، وخايف من المأزق؟ خايف من الحاجة الوحيدة اللي عارفينها، الحاجة الوحيدة الثابتة في كل العصور. ما أنا بترعب من المأزق دي في كل العصور. طب ما تسكت بقى يا سيب بقى. طيب ممكن سؤال؟ لا سؤال واحد بس. لا هو أنت مش قلقان خالص يا أخي؟ يا عم قلقان بس ما تتكلمش معايا، اتكلم مع ريتاج. خلاص يبقى أنت كمان ما تتكلمش معايا خالص. ماشي طيب. خالص والله ما هنطق. ريتاج ريتاج عايز ايه؟ هما الفراعين دول بياكلوا بني ادمين؟ ايه؟ الفراعين بياكلوا بني ادمين؟ هياكلونا يعني؟ مبدئيا اسمهم فراعنة. يعني هياكلونا ولا مش هياكلونا؟ اسكت مش عايز اتكلم معاك. انت ما تتكلميش معايا تاني خالص. يا ريت. فخر فخر عايز ايه؟ بص اقف استغفر ربنا، استغفر كده ربنا على صوابعك، ان شاء الله الدنيا هتتفك باذن الله. خلاص ما تسمعش صوتك خالص. هو اللي بيتكلم مش انا، بتضربني انا ليه طيب؟ خلاص خلاص ما تناقشوش خلاص معلش. بس انت ده الكاهن، افتح طريق للكاهن، افتح طريق. الكاهن ده مشلول ولا ايه؟ لا يا ابني هو الكاهن بيجي طاير كده معروفه يعني. هو يعني ايه كاهن اصلا؟ الكاهن دي يعني البني ادم الكهين، زي الماحن كده بالظبط، يعني البني ادم المحين. وصل. وصل اهو اهو عم كاهن الكهلون، احلى كاهن في الدنيا، العظمه كلها. وصل. تعالى الكاهن جاب نفسه النهارده عشان يختار عبيد وينقيهم يخدموا في قصر الملك ذو الوجهين، القبلي والبحري، عريض المنكبين، الملك خوفو. خوفو؟ الملك خوفو بتاع المنقرع ده؟ انت تاني بتجادل؟ معلش تاني بتجادل؟ طب انا لا بتجادل يا فخر. خلاص يا عم اسكت. انت اسمك ايه؟ فخر. فخر؟ فخر ده مش اسم فرعوني. انت من الهكسوس؟ لا يا باشا. هكسوس ايه؟ هكسوس ايه يا باشا؟ اسمي فخرع. فخرع يا باشا، فرعوني ابن فرعوني. فخرع. وانتي اسمك ايه؟ طب اقول ايه؟ قول ايه اسم فرعوني؟ رمسيس. نعم رمسيس ده اسم ولد. هيلتون رمسيس. رمسيس ده بابا. وانت؟
انا بعديها على طول. سمراميس، سمراميس انتركونتيننتال، لو عايز الاسم بالكامل يعني. انا هاخد ده ودي وهاخد الحمار ده كمان. طب وليه الغلط يا عم الكاه؟ انا قصدي الحمار اللي وراك. طب هو يعني في ايه الحمار ده زياده عني عشان تاخده وما تاخدنيش؟ اصبر بقى اصبر. هاتوهم. لا في ايه زياده في الحمار عني عشان تاخده وما تاخدنيش؟ وبعدين دي مراتي وده اخويا. انا مش هيرقص بقى. اخرس بقى اخرس. اسكت بقى. تعالي لحظه سيد. لا لا ده مش هيرقص ربنا. ما تسيبنيش انا مش هعرف اجيلك غيرك تاني. بس اعرف انا رايح فين. يا ريتاج يا فخر ما تسيبونيش لوحدي. تخلص بقى اخلص بقى خلاص. عصب بالجدل. ابوس ايدك خلاص. ذكر دوبيس بيبي عامل ايه؟ ايه اخبارك؟ ايه الاخبار؟ استنى انزل لك. ايه الاخبار؟ كله تمام. والدنيا عندنا ايه الاخبار؟ كله موجود من الطوبه للمسله. في مخلل؟ في مخلل. طيب حلو قوي حلو. اوزل لي 2 كيلو اتون كلامطه. ماشي. وهات لي برطمان امون معصفر. ماشي تمام. وبالنسبه للطيور عندنا طيور ولا ايه؟ كله موجود. طيب حلو. هات لنا فرخه. ماشي. وهات لنا بطه. ماشي. وهات لنا وزه. ماشي. وهات لنا الحاجات دي. يلا انت عايزهم ليه؟ مفيش. كنت هجرب عليهم كده طحنيته جديده. لا ما ينفعوش دول، دول الحشو. اقول لك على حاجه، خد ده. ده اه. لا يا عم ده هتلاقيه غالي، ده هتلاقيه اغلى من الخروف اللي ورايا يا عم. قال مين انت؟ مش فاهم حاجه يا عم، ده عرفني من الصبح يا عم. بقول لك ايه، هب ده وخده. مش معاه بيض والله. هب بصه وخده حبيبي. صباح الجمال. صباح الفل. يلا بينا. هو انت كده اشتريتني خلاص؟ اه. ببوسه؟ ايوه. طب ما تاخد بوسه وتسيبني. الله ده انت عسل بقى. تصدق عندك حق. وريني البتاعه دي كده. اتفضل. يلا ده انت بص عايز الحاجه من فوق. هات البرطمانات. يلا يا رجاله انجز. اضبط نفسك، شد نفسك هناك، شد سلاحك. ايه الملك على وصول؟ انت يا ابني اللي هناك، انت يا ابني اللي بتكنس هناك. انا يا باشا. تعالى لي. انا يا باشا. بسرعه. انت العبد الجديد يا باشا؟ كلنا عباد الله بس اللي تشوفه يعني. شايف كرسي العرش اللي هناك ده؟ اه يا باشا. اروح اقعد عليه؟ هبقى الملك. ملك ايه؟ لما يجي الملك هتقف جنبه وتهويله. ليه يا باشا؟ هو دايخ؟ نفذ الاوامر. حاضر يا باشا. اول ما يجي الملك هتعمل ايه؟ اهويله يا باشا. مروحه يعني. قول قول عادي، ما تتكسفش. خلاص معيد دهولت خالص. فخر اللي 30 سنه مدوخ الحكومه في الاخر هيشتغل مروحه. يا زمان. الحمد لله الحمد لله. هو الملك بيجي الساعه كام يا جماعه؟ رب يا ساتر. دعنا على الشعب الله. لا اله الا الله. والجو حر ليه النهارده؟ انا كنت لازم انقل عاصمه الحكمه لشرم الشيخ، الغردقه، طابه. جواهم احسن من طيبه. ما تهوي يا ابني. حاضر يا مولاي. حاضر. على المروحه شويه. حاضر يا مولاي. خليها 22. طب تديني دقيقه بس اظبط لك حاجه كده. معلش. اتفضل يا ابني. هو عدل انت بتهوي على طرب. حاضر يا مولاي. خليها 21. حاضر. 20 كده كويس. بعتوا حاجه ولا لسه ما استفتحتوش؟ كبير المهندسين وصل وطالب مقابله مولاي. خليه يتنيل. امر مولاي. ما نشوف. هوي يا ابني. حاضر يا مولاي. حاضر. مارد فخر مصر. أبوس إيدك يا سيد. ركز. ها؟ متقلقش. نجاح الخطة واقف عليك. متقلقش. شنو هذا جناب مهراجة؟ شنو هذا؟ ما يعرف. يلا نشوف. مار! بهاء سلطاني شوف هذا مجنون يزعق ليه. مار! خراسي في فلتحان ذاكر. أنت ما يعلي صوتك أنا يسمع. انت مينو وشنو يا بيه؟ انت عارف انا مين ايه وجاي هنا ليه وعايز ايه؟ تعبيطه.
انا لو يعرف انا ليش يسال انت منو؟ انا هاني البحيري من عائلة باتشاني. شنو يا بي؟ انا جاي اخد الجوهره راكيش حق اهلي وجدودي واولاد عمي. ماذا والا يا ابن الايه انت كلبي تبي موت مهراجة. اوكي حرس نهي جناب مهراجة. اسمح لي هاني بحري يلزمني. بسك علي اركن لي انت على جنبي. بهاء سلطاني انكس جناب مهراجة وخد سكسيه. امال ايه هاني بحري جالك بهاء سلطاني اعزلي بدون سلاحي وفارس لفارسي. العب باليه كده يبقى هعوج لك الشاسيه. الحرب خدعي. شكرا جناب مهرجة. قالك الموت هاني بحري. بقسماتي مسمومه. عس خاين وماتت باروكه. شفتي ما البوكسومازا ليش انا يطلب منك بوكسومازا؟ هذه بوكسومازا انقذت حياه مهراجة. تشكرات جناب مهراجة تشكرات. لا انت شكري يا بي. الحين أنا ثقتي في محله. سيدي بابا أدام ثقة في محله يبقى حله يحله. أعطيني جوهرة راكيش. أكيد أنا أعطيك جوهرة بس قبل في شيء لازم سوي أول. سوي أول إيه جناب مهراجة؟ لازم تاوي جثة. لا تقلق جناب مهراجة، إحنا ناخد جثة ندفنها في مدافن هنود اللي في صلاح سالمي. لا 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 أنا يتوي جثة حسب تقاليد هندية ما القبيلة بتاعي. يعني إيه؟ لازم إحرق جثة أول بعدين يعطيك جوهرة. سيدي بابا أعطيني الجوهرة أول ثم إحرق جثة. لا ما يصير لازم إحرق جثة أول.
خلاص احرقوا. شنو هذا صوت؟ هذا سيدي بابا، سيدي بابا، هذا حلاوة روح. صحيح، واللي دايم حلاوة روح. أرجوك راجو، سيبني مع قتيل كاي 5 دقيقة. هاي واي، أنا من قبيلة عندها عاداتي وتقاليد. هي لما أقتل واحد كاي لازم أستسمح. وهاي باي باي. خلاص مشي. خلاص كمية الزيت اللي ترشت عليها دي يا سيد، ده ناقص لي بيض وبقسماط وابقى جاهز على القلي. صوتك هتتحبس يا فخر. ما نتحبس، أحسن ما تشاوي يا جدعان. بقول لكم إيه، يلا نهبق من هنا بلا سحاوي بلا جوهرة بلا زفت. والله العظيم كل حاجة معمول حسابها، صح يا سيد؟ بالظبط، وانت المطلوب منك حاجة بسيطة جدا. ايه بقى؟ احنا اكتشفنا ان احسن وقت نسرق فيه الجوهرة وهم بيحرقوك. رتاجة هتطلع فوق تسرق الجوهرة، ناخدها وناخدك ونقلع. تاخدني في رغيف وعليا طحينة، صح؟ انا عمري خذلتك قبل كده؟ طول عمرك يا سيد. طيب. طيب ايه؟ طيب. بعد اذنك يا بيه، هنرش بنزين. ايه؟ اسمح لي راجو، انول شرفي رش البنزين. هي وانا كمان. هي اوكي. وحياة امي وامك يا سيد، لو النار مسكت فيا لا هصوت وهلم عليك امي. لا اله الا الله، لا اله الا الله. انت صوتك يا دي عبيط، انا بدلت البنزين بميه. ايه ده انت؟ ده انا ما شفت. افتكرت. انت بتشتغليني معاه؟ انا شايفه وهو بيغمزلك وبيعملك. حياة امك يا سيد، انا ريحه البنزين هتخنقني يا سيد. انا مش عايز اموت محروق يا سيد، مش عايز اموت محروق. بس بقى في ايه بتسترجل كده؟ بقولك ايه، حاول انت ما تتحرقش بسرعه لحد ما اجيب الجوهره واجي. ماشي؟ وتعملها ازاي دي؟ هاي بي تمام، خلصت رش بنزيني. اخر رشه اهي. حياة أمك يا سيد، رش بالراحة لحسن الشمع يمسك فيا. أنت خايف من الشمع؟ دول برة جايبين مشاعل الواحدة فيهم قد كده. وبعدين ما تخافش يا ده عبيط، أنا خففت البنزين المرة دي بجد بمية. تغمز لها أنا يا غبي؟ طب اغمز لها هي. أنا كان قصدي ليها هي. كان قصدك مش عايز أبقى محروق. أنت لسه هتقعد ترغي؟ يا خلاص يا جماعة، الجثة جاهزة للحرق. يلا يا شباب. خلاص سيدي بابا، هنسوي حرق. نعم هنسوي حرق. بلاش حرق، انا عندي فكره جناب مهراجة. احنا نحطه في كيس حراري ونسويه على البخاري فيبقى جوسي وطري اكتر. اهي هو. يا سلام لو نرش عليه شويه فلفل اسمري. انا جوعت. وانا كلام ده عند ناصر برنس مال كبده، هنا ما في غير حرق. طب انا هخلعه. اوكي اوكي، سوي حرق على طول. بابا بابا احرق حرامي، بابا بابا احرق حرامي. ما يصير بابا، انت لسه صغير، انت يكبر انت اتنيلي يبقى يحرق حرامي. اوكي ما في كلام. تربيه زين جناب مهراجة، تربيه زين. هذا من فضل ربي. شنو هذا؟ قصة يتحرك 100 مرة انا يقول سب قصة عشان ما يقع على الارض. جناب مهراجة، سيدي بابا انا عندي فكري، احنا نجيب حبلي او سلبي نثبته ونلفه حواليه. اوه فكره عبقري، ازاي انا ما يفكر؟ احنا سمعنا، نفذ يلا فكره بسرعه. لا لا جناب مهراجة، نفذ فكره يا زين. مش عبقري. لا زين زين، يلا ثبت جثة. فكره زين. يخرب بيتك، طب انا عملت ايه ده؟ يا
خلاص كافي كافي يلا. جناب مهراجة شوية تفكير. ايه؟ ما في تفكير. طب نقرط عليه؟ ما في تقريط. نار هات. بابا بابا احرق لك. يخرب بيت غلاستك قلتي لا. بابا بابا احرق لك. والله لو مسكت احرق نفسي بدل الاستدال زفت ده يا اخي. نهي نهي جناب مهراجة. شنو في سيدي بابا؟ ابي يسوي اعتراف. انت ما يسوي اعتراف، انا افتهم كل شيء. انت يا ابي انت يحرق لص عشان انت يقتل لص، هذا حقك. امسك. نهي جناب مهراجة. إن انت يحرق لص، انت ما يحرق، انا يحرق نفسي ويحرق بدل لص. يلا. سامحنا فخر، سامحنا اخويا. سامحنا اخويا؟ ده انت اللي اقترحت عليهم المطربة يا سعيد. لما اولع انا اهرب ازاي دلوقتي؟ انا قلت لهم يربطوك عشان ما تقعش تتعور يا اخويا. ما تعورش، انما اتحرق عادي. ولع يا سعيد، ولع على الله التسهيل. ما تقلقش، ان شاء الله هنلحقك قبل ما الحرق يبقى درجة اولى او تانية. ولع يا سعيد، ولع وريحني من الدنيا دي واللي فيها. احرق 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 عشان ما اقومش اكل دماغك. شنو انت سوي كلام مع جثه؟ شنو يقول لي جثه؟ سيدي بابا ما اقدر احرق، ما اقدر. تعال هات نار. انا انت ما يقدر يحرق، ما يقدر، انا سوي يحرق. ارجوك. يا سيد الحريه انا سايبه والعيانه، الحريه انا بقول هتبيه هتبيه. حاضر يا اخويا. امسك الله. ينفع تجيب لي قهوه زياده وشيك لو سمحت؟ حاضر يا فندم. وانا قاعد في ستاربكس هتبيع كتير. انا طفي طفي نار طفي. سيد فخر انتوا لازم اتنين كلب موت، هات لي اتنين كلب دول. دي مش عاجباك ولا ايه؟ غيرها. ودي اطلع بقى، طلعت عيني كده. ده كذا عيش وملح احنا ناكله سوا سوا؟ حراميه يجي يسرق جوهره راكش من مهراجه؟ لا بابا لا بابا، انا ابي اشتغل بالحلال واكل بالحلال بابا، انا ابي اشتغل سواء مال. انت خراسي، انت كذابه. خلاص يا فخر التحوير ملوش لازمه. ايوه يا جناب المهراجه، احنا كنا جايين نسرق الجوهره بس والله خلاص توبه. العفو والسماح. لا ما في عفو وما في سماح. انا انتوا الاثنين يفرق فرق، انا موت انتوا الاثنين. مالك आज तू मरेगा अब जा और मांग अपने खुदा से अपनी जिंदगी की भीख. वतन परिवार तुझे कभी नहीं छोड़ेगी, मालिक कभी नहीं छोड़ेगी. انت يا ابي موت مرد. انا اعلم عليك في هند زي ما علمت عليك في كرداسة. तू सोचता है तू अपने हीरा लेके भाग जाएगा मारे तो तू गलत सोचता है. कहां है हीरा? تفعل اني اخذ جوهره بس على جثتي. ما بيلعبوا على اللي يشيل ولا ايه؟ आज मैं तुझे अपना बदला लेके रहूंगा मालिक. انت فعلا يا ابني جوهره بس لما يشوف لي حلمت ودنك. يلا يا عم مالناش دعوه بالقصه دي. يلا. ها لقيتيها؟ ايوه لقيتها اهي. طب وانت واقفه بتعملي ايه؟ ما انا بحاول ارقصه عشان يطلع عشان اخد الجوهره، لكن هيقومني من شويه يا سيد. وانت مشغله له اغاني هندي؟ ايوه. مش هو ده تعبان هندي؟ ده من سوق الجمعه، ده تشغلي له مهرجانات هيرقص زي القرد. هاتي. يلا. كنت يا كميني
نتركون بيزهم. حتى لو عملت ايه ورحمة امك ما هتاخدي جوهرة. اديلهم الجوهرة دي عشان يبطلوا خناقة. هات يا سيد، هات الجوهرة دي يلا. شكرين يا عم سنفر، وجيتك دي على راسي يابا. ايه ده يا عم فخر على ايه عدلتها كده؟ يا ولد مش حق العجله الحربيه اللي انا جايبيها والفرقه اللي ما اتعشتش. يا لهوي يا لهوي، ما تغيرش سنتي عن حفيده. انا بقول نقتله ونخلص من السلاله دي خالص. معناش نديك يا جدع، قدرني زي ما بقدرك. الف مبروك يا عيش وجيب لها. اه بالي ولادك يا حبيبتي. حبيب قلبي، اوعى تكون خدت منهم حاجه، اوعى بالقطعه. الشبكه يا عسل. بصي بقى، انا هديكي حاجه ابويا كان جايبها لامي. بقى ايه؟ دهب طبعا. لا مش عايزه الدهب، انا عايزه اللي شايف الساعات دي، انا عايزه بساعات. عروسه بقى، عروسه معاها تدلع. اتفضلي يا ست الساعات اهي. طب اغني بقى دي. ايوه يلا تخش. اي خدمه. مبسوطه يا حبيبتي؟ انا مبسوطه قوي يا خوخو. هتفرحي اكتر لما تعرفي ان انا هخليكي ملكه على مصر، مش عروسه النيل والكلام الفاضي ده. يومين وقلب ملكه. ايوه كليوباترا ونفرتيتي وكده. ودول يجوا فيك ايه يا عمر؟ ده انت غزال. اه والله العظيم، وسطك ولا وسط كمانجه، خدك ولا مرسوم على السنجه. اه طوعين انت، واعمل لك لمؤاخذه تابوت الماظ. طب وانا مش ضمان لي يعني ان انت يعني مش هترجع في كلامك؟ عيب عليك ارجع في كلامي؟ انت متجوزه عيل من نازله؟ انت متجوزه ملك فرعون؟ اه كلمته تهز دول تمشي. سرحانه في ايه؟ انا سرحانه في كلامك الجميل ده. اه انا ثانيه واحده كده وهرجع لك على طول. رايحه فين؟ تواليت. قامت ايه ومعاها الساعات؟ طب يلا بينا. شت. عملت ايه في اللي قلت لك عليه؟ عيب عليك، ما خف وزنه وغلي تمنه. متأكد؟ ما خف وزنه وغلي تمنه. صح. يلا بينا. يلا بينا. ريتاش انت كويسة؟ انا كويسة. اه انا كنت خايف عليكي منه قوي، كنت خايف يعمل فيكي حاجة. يا سيد هتخاف عليا من جوزي يا سيد؟ هرزعك قلم على وشك، ابلعك سنانك. يلا لا لا اسوي عشان نرجع تاني. طب ونبي نقعد هنا شويه، اصل خوفه وعدني ان انا مش هيموتني ويخليني ملكه زي كليوباترا ونفرتيتي. طيب عشان بترجعي تقولي ان انا عصبي، انا مش هرد عليكي، رد عليها انت يا فخر. والله انا شايف ان البت بتتكلم صح. هنرجع لمين يا سيد؟ هنرجع للسحايا والهم والغم والقرف؟ اخوك هنا كبير المهندسين ومراتك الملكه. وانا هنا جربوع، اقعد اعمل ايه؟ اتاخرت ليه كده؟ عملت عاد اجري شوفها في التلاوت اللي قالت عليه دوت. ما تخافش يا حبيبي، انا كلمنا خوفه وهو هيظبطك. انا مش عايز اسمع هبل من اللي انتوا بتقولوه ده خالص. اقلعي الاساور عشان نرجع دلوقتي حالا. مش قلع يا سيد. اقلعي بدل ما اقلعك بالعافيه. يا سيد مش كل حاجه كده يا سيد، مش عايز اقلع. انت هتقلعي بالذوق ولا اقلعك انا بطريقتي؟ طب وريها تقلعني ازاي؟ اهو استعانه بالله يا سيد، استعانه بالله. انا هقلعها. شفت بقى انك روديا؟ عشان دي مش الملكة، دي مراتي ومقرطصاك. مقرطصاني؟ اه صحيح الكلام ده يا فخرع؟ نعم صحيح. حلو قوي، أنا كنت بدور من زمان على اللي مقرطصاني معاه، فأنا هقتلك عشان أخلص من القرطصة ديت. استنى عندك. اللي هيقرب مني أنا هقتلها. حلوة النمرة دي يا سيد. لا دي مش نمرة، لو حد قرب مني أنا هقتلك بجد. اقلع الأساور خلينا نخلص. خد 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 هاتي 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 خد. لا انا بتاعتي اللي معاك. مش وقته. حتى انت يا فخرع، كل اللي ده شناوش ده شاطر عشان الشبكه. دوسوا بسرعه دوسوا بسرعه. بلغ احتجاجي واعتراضي الرسمي لمدير وكاله ناسا ذات نفسي. انت عايز ايه يا ابني دلوقتي؟ مش انت يا دكتور سعيد، انت يا ابني انت عايز ايه؟ انا خدت الحاجات دي. ما تاخد اللي انت عايزه. عايز الباقي بتاعي. احنا ما جاناش ليه؟ هي الأساور ماظت؟ انتوا رجعتوا، بس رجعتولي أنا. ليه كده يا ابني؟ ليه ما عملتش حساب اللحظة دي؟ أنا آسف يا ملك، آسف.
صوت الجرس اللي جوه ده كشك هيولع ولا ايه؟ مشكله يا نهار اسود. خد يا ابني خد حاجتك دي خد فلوسك كمان عشان هنقفل اتكل على الله. فين يا ابني الحربة ديت؟ وفوق صف واحد بقى كده عشان اضرب الضربه تفوت فيك وزي تشيش طاووق وقفله حلو في النص زي الطماطمايه جميله. امر مولاي. اوكي حاضر يا معلم. رجعتونا للابش تاني يا عدوي. ايه ده يا نهار اسود؟ دول اختفوا. يكونش دي والعياذ بالله لعنة الفراعنة اللي بيقولوا عليها. احمينا يا رب. الحمد لله على السلامة. ليه كده بس؟ بقى نقول لك رجعنا 7 سنين، رجعنا 7000 سنة. ده جزاتي ان انا فسحتكم. بس ايه ده؟ اهدوا كده يا جماعة واحكولي عن رحلتكم علشان نوثقها. توثق ايه يا خلل؟ احنا بقى نرجعك مذبحة القلعة توثقها انت براحتك. بقول لك ايه يا سرسار انت؟ انا سرسار؟ ايوه سرسار. انا عايز الجوهرة بتاعتي. فكك بقى من شغل التلاجات والحاجات الساعة ده. بقول لك ايه؟ محدش هيقرب من الجوهرة. اللي هيقرب من الجوهرة انا هفرقع محتويات الكيس اللبن البودرة ده في وشه، يجيب له احتقان في الزور وارتجاع في المريق. لا لا فكك من النمر دي خلاص حفظناه. كتفوا السرسار ده. لا اقول له بلاش بلاش. فين نضارتي يالا؟ موجودة شايلها لك في الحفظ والصون. بس قول له يسيب لي الجوهرة. سيب له الجوهرة يا فخر. خلاص اداني النضارة. خلاص يا فخر اداني النضارة. انت عايز تجيب لي شلل يا ابني؟ يعني نروح للسحاوي نقول له ايه؟ جبنا لك نضاره؟ انا عايز حاجه اكسر بيها البتاعه دي. لا لا هيبوظ الاله والجوهره تتفتت. يا نهار اسوح الجوهره اتفتتت والاله باظت باظت. شعبري شعبري يا فخر انزل معايا التلاجة يا سيد. اهدوا يا جماعه لو كان على السحاوي امره محلول. انا رجعت بالتمثالية. بجد يا سيد؟ ما خف وزنه وغالي تمنه. معاك الحاجة؟ بالراحة يا سيد التمثال هيتكسر. انا عايزكوا تثقوا في نفسكوا وتحطوا رجلي على رجلي. يا اهلا يا اهلا يا مراحب يا مراحب. اهلا بيك يا فخر مصر يا فخر العرب. بص يا عم نعيم انا عايزك تعرف حاجة. انا في 30 واحد بيجروا ورايا عشان البضاعة دي. فاللي هيحصل كالآتي. الشنطة دي هتتفتح يطلع التمثال يتحط قدامك الاقي فلوسي قدامي اخدها واتكل على الله. ايه اشتري سمك في مية ولا ايه؟ لازم اعين البضاعة بنفسي واشوفها. حقك. افتح يا ابو السيد. اه فخر بس الراجل ده اصله بيفاصل وهيقرفنا. عم نعيم حبيبي ونخدمه برضه عشان خاطرك بس يا فخر العرب. بسم الله. هو فين التمثال؟ اهو الحق يا سيد ده في صرصار جوه الشنطه. لا ده مش صرصار. هو ده التمثال. الا قول لي صحيح هو حقيقي حقيقي البلوفر ده بتاع عمرو دياب في تملي معاك؟ هو يا فندم بلوفر عمرو دياب في اغنيه تملي معاك. بعد الكليب دخل في ضائقه ماديه رهنهولي ما رجعش الفلوس. خدت انا البلوفر حتى هتلاقي فيه ريحته لحد دلوقتي. اه فعلا ريحه عمرو دياب في تملي معاك. هو مظبوط. يا نهاري. طب هتعمل ايه دلوقتي في الكارثه دي؟ ما قداميش حل تاني غير ان انا اروح متحف التسعينات الكبير ارمم بالبلوفر. متحف التسعينات ده اللي هو ايه؟ ده يا فندم متحف كبير جدا فيه كل حاجه عن التسعينات. حاجات روشه طحن بس هو اسعاره غاليه شويه. انا بالنسبه لي مش مهم الفلوس خالص. الا قول لي يا استاذ هو ينفع تبقى تاخدني معاك اتفرج جوه متحف التسعينات ولو عجبتني حاجه اشتريها؟ هو طلب صعب شويه لان هم ما بيردوش يبيعوا لاي حد. بس عشان الموقف اللي حضرتك عملتيه ده انا هتوسط لك تروح تشتري من عندهم. ميرسي ميرسي قوي. انا مش عارفه اشكر حضرتك ازاي يا استاذ. حلمي حلمي عبد الباقي. اهلا وسهلا فرصه سعيده. انا مادلين طبر واصحابي بيدلعوني بيقولوا لي
نرمين الفقي؟ نعم؟ اندهلي قول لي يا ميمي. فرصة سعيدة جدا يا أستاذة ميمي. يا ريت يعني لو ما فيهاش إزعاج أخد رقم حضرتك عشان نتواصل. أنا هديك النمبر بتاع البيجر بتاعي، تبقى ترن عليا وأنا أتصل عليك. بيجر. الله، أنا بحب الناس اللي عايشة في الجو دي. حضرتك بتروحي العجمي؟ مظبوط، عربيتي إبيزا حمرا عليها تويتي كبير من ورا. شكرا جدا، شكرا جدا يا أستاذة ميمي. اتفضلي. ميرسي. أنا بجد مش قادرة أصدق إيه اللي أنا شايفاه ده يا حلمي. أنا في الجنة يا حلمي. مش قلتلك يا ميمي المكان هنا روش طحن؟ روعة طحن طحن يا حلمي. أنت لسه شفتي حاجة؟ ده أنا هكحرتك يا ميمي. يعني عندك البدلة اللي هناك دي مثلا، دي بدلة محمد هنيدي، بس مش هقولك في فيلم إيه. سعيدي في الجامعة الأمريكية طبعا، هي البدلة بعينها، هو أنا أتوه عنها. انت اصلك مش فاهم، انا كان نفسي حياتي ان انا اشوفها بحقه حقيقي. لو سمحت يا استاذ بعد اذنك يا استاذ. لا 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 لا, لا عاوز اشتريها منك. لا ده ما بيباعش، ده واقف يتباع زيه زي البدله بالظبط. ايه ده، هما بيبيعوا بني ادمين في المتحف هنا؟ طبعا. مين ده؟ ده اشيك واد فيروكسي. بجد؟ ايوه. عندك ده مثلا، ها ده المال والبنون. الله. تعالي بقى يا ميمي افرجك على الحاجه اللي انا حاجزها، بس للأسف إمكانياتي المادية دلوقتي لا تسمح إن أنا أشتريها. إيه دي؟ دي يا ستي الدموع اللي كانت في عيون وقحة. معقول؟ يا ماما. يا مساء البونبوني والشوكولاتة والكريم شانتيه. أحب أعرفكم بنفسي، أنا إبراهيم إبراهيم نصر. نفس ستايل باباك. إبراهيم، ميمي عاجبها جدا المتحف بتاعك ونفسها تشوف الحاجات الجديده اللي انت جبتها. تمام، انا في المتحف ده على طول بجيب حاجات جديده. يعني مثلا عندك الاسبوع اللي فات، طب ما تيجي نشوف. اوكي. الفيسبه اللي وراكي دي عارفاها؟ فيسبه فيلم الكيت كات. صح، الفيسبه دي اللي الشيخ حسني دخل بيها في محل الفراخ، جبناها احنا بعد الحادثه ووديناها للحرفيين، استعدناها وعرضناها هنا عندنا في المتحف. برافو. عندك مثلا ايه الجلابيه دي؟ ايه دي؟ دي جلابيه لن اعيش في جلباب ابي، صغرت على محمد رياض فجابها لنا هنا في المتحف نعرضها ورضيناه الحمد لله. بجد؟ دي جلابيه مستر حاج عبد الغفور اللي كان ابنه هوبا رافض يعيش في جلابيه بابا. صح صح. ده انت متابعه بقى؟ الا متابعه، دي كانت نقله في حياتي. مساء الخير. مساء النور. مساء النور. احب اعرفكم بشريكتي شيرين، شيرين سيف النصر. ده هي فاطمه بحقه حقيقي. انا عايزه اقولك انا بحب مامتك جدا. ميرسي جدا. يا ابراهيم يا ابراهيم طمني، لسه ما لقيتش مين ما بيحبش فاطمه؟ والله يا شيرين يا شيرين دول ناقصين قوي في السوق اليومين دول، بس انت يعني مزنوقه فيه قوي. لا الفضول هيموتني، انا نفسي اساله سؤال بس، هو ليه ما بيحبش ماما؟ وبعد كده رجعهولك على طول. خلاص انا هقلب لك السوق على حاجه نظيفه واجيبها لك لحد عندك في البيت. طب اقول لك ايه؟ ايه؟ انا جبت لك عقد ماما اللي كانت لابساه في الحلقه السابعه، عايزه ابيعه. انا اشتريه. في ايه يا ميمي؟ هو كل ما احط عيني على حاجه تبصي لي فيها؟ ابدا خالص يا حلمي، انا يا دوبك هشتري شويه حاجات بسيطه. لا والله يا ست هاني، هو الزنزوفي بتاع المتحف بيقول ان لازم العقد يتعرض 10 ايام في المتحف، بعد كده نعمل امبيزون دي مازاد نعرض فيه العقد ده ويتباع باعلى سعر. طب يا ابراهيم يا ابراهيم، انا ممكن اشتريه لاعلى سعر من غير ما نعمل مزاد، انا ممكن ادفع فيه 50,000 جنيه. لا والله يا حلمي، ده السعر المتوقع ليه مش اقل من 80,000 جنيه. انا هدفع فيه 200,000 جنيه. خلاص يبقى اتفقنا، وبما انك بقيتي زبونه المتحف انا هوريكي حاجه ما بوريهاش لاي حد. واو، جبتها منين يا ابراهيم يا ابراهيم؟ اللي هي ايه دي؟ نفسك في ايه؟ كمان نانا. تحلم بايه؟ كمان نانا. تسمعني ايه؟ كمان نانا. اهي هي دي بقى كمان نانا. انا هشتري كمان نانا، انا طول عمري نفسي امسك الكمان نانا بايديا. انا اسف والله يا هانم، الكمان نانا دي لا تقدر بثمن، مش هقدر ابيعها. انا ما يهمنيش الفلوس
ويكون في علمك انا لو ما اشتريتش الكمنرنا دي انا هعمل لك مصيبه هنا في المتحف، انا هيغمى عليا واعمل لك كارثه فظيعه. خلاص يبقى مبروك عليكي بجد. بس يا خساره انا ما جبتش معايا دفتر الشيكات النهارده. اقول لك ممكن تشرفني بكره في الفيلا؟ لا الاحسن شرفوني كلكم نقعد مع بعض ازا الشله وهاتولي الحاجات اللي انا نقيتها نتعشى سوا واكتب لكم شيك بالمبلغ. اوكي اتفقنا. يا نجاتي انفخ البلالين عشان عيد الميلاد. يا اهلا وسهلا، اهلا بيكم، شرفتوني وانستوني. هاي ميمي. هاي. يا مساء البونبوني والشوكولاته والكريم شانتيه. يا نهاري، نسخه من باباك. اتفضل. شكرا. هاي يا جماعه ما قلتوليش بقى الحاجات اللي انا هشتريها منكم تمنها كام؟ مليون ونص دولار. لا مليون ونص كتير يا ابراهيم. ابراهيم لا يا شيرين ده يا دوبك يعني تغطي مصاريفك. يا ابراهيم يا شيرين ما تكحرتوهاش، نص مليون دولار كفايه. ميرسي يا حلمي. كده معقول؟ ثواني واكتب لكم الشيك. يا جماعه مالكم في ايه؟ ده مجرد جرس الفيلا. يا ترى مين؟ طب ما تيجوا نشوف. حلمي ممكن تفتح الباب؟ عينيا يا ميمي.